نلاقي حتى الكلام يطلع بره ويطلع بقى في نطاق مختلف وبمعلومات مختلفه. فيجي المحلل والنجم العراقي الكابتن ميثم عادل يتكلم على قصه حقوق التسويق وازاي النادي الاهلي هيعمل ايه في الاستاد، وهناك من ربط بين انه الزمالك يطرح فانيله فرجاني ساسي للبيع. طب ما هو الاهلي لجأ لجمهوره. نشوف ميثم عادل. في الفترة السابقة علمت إدارة فريق الزمالك، لأن على الموضوع بيع تيشيرتات والتوقيع وكذا. صحيح. الآن الكابتن محمود الخطيب طالب الجمهور بمساعدة الفريق أو الإدارة بتمويل الاستاد. صحيح. هذا شوف يوجد فرق. لا 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 لا. وقال مستعدين أن نمد إيدنا. كابتن ميثم. خلي جاوب. خلي جاوب. تفضل كابتن ميثم. يوجد فرق. عندما تبيع قمصان خارج عن اطار الشركه الراعيه للقمصان، هذا اللي تكلمت عنه. اليوم نادي الزمالك لا يوجد هناك شركه تمول قمصانه، هو الشركه اليوم الراعيه مال نادي قمصان الزمالك هي شركه عالميه. هل من المعقول اليوم انت تبيع القميص ب 150 جنيه ويحمل براند عالمي؟ اذا انت تريد تخيطه خارج الاطار القانوني وخارج الاطار التسويقي وتريد تبيعه، هذا اللي كنت اتكلم عنه. انا ما كنت اتكلم، الانديه ما تبيع القمصان، الشركات الراعيه هي التي تفتح الستور وتفتح في المولات وتفتح في الانديه. تصريح محمود الخطيب قمصانة. بالنسبه لمحمود الخطيب فهم بغير اللي يريده محمود الخطيب. لا تدافع عنه، انت مش محامي كابتن ميثم. انا مش محامي، انا ما دافع عنه، بس انا اقول لك محمود الخطيب لم يقصد طالب الجمهور بمساعده الفريق او الاداره. كابتن ميثم في النهايه في فلوس. صحيح صحيح. سواء تيشيرتات او الاستاد. لا لا لا، هو ما قال تيشيرتات. لا لا تشارتات. انا اقول تيشيرتات الزمالك. الفكره الفكره واحده، نفس الفكره. هو ما قال تيشيرتات. لا ما قال تيشيرتات. ما قال محمود الخطيب تيشيرتات. ميثم الجمهور. لا انا اقول تيشيرتات نادي الزمالك. هذا الشق الاول. والشق الثانيه، الشق الثاني طبعا تمويل الاستاد، هذا الشق الثاني. صحيح. محمود الخطيب ما له دخل في التيشيرتات. صحيح. هو طلب من الجمهور ان يساعد النادي. دعم مالي. الدعم المادي اللي يقصده هو شنو اللي يقصده؟ يقصده الدعم المادي من خلال الاعضاء المشتركين في النادي، اللي اكو في اعضاء نادي الاهلي. انا اشوف اليوم الظروف الاستثنائيه اللي تمر بها الانديه من حقها ان تجد وسيله للتمويل، ولكن انت لمت الزمالك. لمت الزمالك لانه خارج عن الاطار. وحين ما تلوم الاهلي. زين، ممكن يكون الزمالك عند انتفاق مع الشركه نفسها. لا 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 يوجد اتفاق، هذا متاكد منه، لا يوجد اتفاق. انا حعلق على الكلام بتاع الاستاذ عبد الكريم الشمالي. لانه بيقول لك استنكرتوا ليه لما الزمالك. مين قال ان احنا استنكرنا؟ مين اللي استنكر؟ اذا كنت انا مقتنع انك انت لو انت عايز موارد الجأ لجمهورك، بس المهم انك تجيب نتيجه، الجأ بالوسيله اللي تخليك تحقق. يعني النهارده اما تعمل شركه وتطرح اسهم للجمهور وتقول لهم اشتروا ويحصل اقبال، هذا لما عايز تبيع الفانيلا لا بيع فانيلا، بس المهم يحصل الاقبال، اطرحها ووفرها بالسعر وسوقها. مين قال ان ده غلط؟ ده مش غلط، لكن الفكره انك كل ما تيجي تعمل حاجه ما بتوصلش الاهداف انت متصورها، يبقى ده مش ذنب النادي الاهلي. مش ذنب النادي الاهلي انه عنده قيمه تسويقيه كبيره، ده بالعكس، دي ميزه النادي الاهلي انه جمهوره عشان قاعدته واسعه، ولما الرعاه بيعشموا فيه ما بيخذلهمش، بيلاقوا مردود للرعايه والفلوس اللي بيدفعوها. هو ده العمليه ببساطه جدا. فمش عايزين كل حاجه اشمعنى اشمعنى اشمعنى. مفيش. هي دي المشكله على فكره. مفيش اشمعنى. ليه رابطين الاهلي بالزمالك؟ الاهلي عنده قطر يتحرك فيها لتنميه موارده واستثماراته، والزمالك من حقه يكون له قطر يتحرك فيها لاستثماراته. ده بينهي النهارده الاستاذ محمد الاتريبي، الاستاذ محمد الاتريبي طرح فكره هي مش جديده. لكن هو كرئيس قال لك هيعمل حساب بنكي. هو رئيس بنك جمهور الزمالك. هو كرئيس بنك دلوقتي عايز يعيد التجربه وينظمها بطريقته. فبقول لك كل واحد دفع لي مش عارف ايه. هو حقه، افكاره، حسبته صح. حسبته غلط دي ما تزعلش حد منه طبعا، لكن اعملها وجرب. اذا جابت لك فلوس هيبقى معاك فلوس. ونخلص من الليله دي بقى. مش ذنبنا احنا، يعني ما حدش يلوم النادي الاهلي ونبط عليه انه بيعرف يستثمر قدراته، يستثمر موارده ويحقق مداخيل تعينه على مش بس وهو لما كان معاه المليارات دي كلها راح اغدقها وعلى اللعيبه. ده بالعكس، لما اللعيبه يتوسع في مقراته. لا مش كده كمان. لما اللعيبه حبت تخرج عن الاطار اللي هو شايفه منطقي
ها وهتبقى في تفاوت وهيبقى في اوفر برايسنج او 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 قيم ماديه هو شايفها انها مش منطقيه، خلاص انت حر روح شوف مصلحتك. انا وقفت هنا كان النادي الاهلي لما بيقف هنا مش قادر يدفع كان عنده الفلوس بالظبط، لكن عنده الاداره اللي بتقول له ده مش صح. اذا فكوا هذه الرابطه الوهميه اللي غير معقوله وغير محتمله. يا جماعه مش كل حاجه الاهلي يعملها مطلوب ان الزمالك يعملها، واشمعنى الاهلي عمل؟ ولو الزمالك عمل حاجه محدش يبص له فيها ومحدش يكسر له في مجاديفه. هو حر. من حق الزمالك يبذل كل جهده وكل فكر القائمين عليه لتنميه موارده وتعظيمها. على فكره ده مش بس مشروع، ده واجب. ده مفيش حد في الدنيا، ده الحاله دي مش موجوده في اي ده يعني واجب. فيه دربيات كبيره جدا في العالم وفيه صراعات قطبيه كبيره جدا في كل الدول، بس مفيش الحاله دي. النهارده عضو مجلس اداره قال سيبوا لي موضوع ساسا انا هحله، راجل مقتدر وشايف انه ما تحله بالظبط. انتوا ما حدش يزعل من دي اذا كان ده الصح من وجهه نظره. مش معنى الاهلي لا يعني اذا كان لا انا مش عايز حد بقى يحفل في الحته دي. اذا كان ده الصح من وجهه نظره ومصلحه النادي وهو قابل انه يعمل كده يعمل كده بالظبط، مالناش دعوه احنا مالناش دعوه بالظبط. لكن ما يفعله النادي الاهلي انتوا كمان مالكوش دعوه، مالكوش دعوه بيه بالظبط، وما تشوهوش لان مش هنسمح لحد يتطاول لا على النادي الاهلي ولا على رموزه ولا سياساته ولا يتجرأ على الحقيقة. ولا يتجرأ على الحقيقة.